أهلا بكم من جديد. خرج آلاف الطلاب في مسيرة حاشدة وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل كل رموز نظام بوتفليقة. وردد المشاركون في المسيرة شعارات ترفض تشكيلة فريق الحوار الذي دعت إليه السلطات وعدتها استمرارا لتدبير رموز نظام بوتفليقة شؤون البلاد ومعطلة لخروج البلاد من أزمتها الراهنة. حاملا شعارته ككل يوم ثلاثاء، يخرج عماد رفقة زملائه في أسبوعهم 26 بداية من ساحة الشهداء وسط العاصمة الجزائرية. التحضيرات تتم مساء يوم الاثنين عشية المسيرة وكلهم عزيمة وإصرار. يبدأ من الأمس ليحضر اللافتات، كاين نتلاقاو نديروا لافتات كبيرة هذيك اللي تقدم في المسيرات. هنا يلتقي معظم الطلبة المشاركين في خضم هذه الوقفة. يتجاذب الطلبة رفقة المواطنين آراءهم فيما يخص أوضاع البلاد السياسية ومواضيع اجتماعية مختلفة. نديروا حوارات، ندرتشوا فيما بعضنا على آخر الأحداث اللي صارت في هذا الأسبوع، ومن بعد نبداو نحضروا لانطلاق المسيره بوضع اللافتات الاماميه وتنظيم بعد تنظيم صفوف وتنطلق هكذا بهذا الوقت. ساحه الشهداء نقطه الانطلاقه، حيث يتم رفع الشعارات وتنظيم رفع الاعلام وتحديد مسار المسيره وفق الشوارع المتفق عليها سلفا. هنا يلتقي الطلبة في ساحة الشهداء من مختلف الجامعات وأيضا مختلف التيارات الفكرية لإبداء النقاشات وأيضا طرح الأفكار السياسية. عماد يتقاسم رؤيته كطالب مع عدد كبير من زملائه، يرى أن دور الطالب في التغيير أساسي وأن مجهوداتهم بدأت تعطي ثمارها من حيث تجاوب المواطنين معهم وأيضا مدى إيصال رسائلهم للسلطة الحاكمة. ما مدى ما تعنت السلطة سيصمد الشعب وسيواصل حراكه حتى تلبى جل مطالبه، وهي عودة السلطة كاملة للشعب وحده كما ينص عليه القانون. أفكار الطلبة نابعة من حركة 22 من فبراير، ومشاركة الجامعة الجزائرية في التغيير أساسية، إذ أن الطالب يعتبر أحد أعمدة البناء في المجتمعات التي تصبو لوضع دعامات المستقبل المزدهر.